انتقل بمبلغ كبير جدا من نادي الاسماعيلي محمد عواد. تمام. وللاسف هو قاعد على دكه المدرب. بتنصحه يا كابتن ان هو فكره الجلوس على دكه المدرب واسمي في نادي الزمالك، ولا اشوف طريق في نادي تاني من وجهه نظرك وابتدي ارجع لمستواي؟ يعني انت شريف اكرامي قال لك انا مش عايز اقعد على دكه المدرب. تمام. ما بقاش اسمي بس في النادي الاهلي وخلاص، انا عايز ابقى مؤثر. ماشي. مع نفسي انا كحارس مرمى. رايك يا كابتن فكره؟ رايي زي ما قلته له زمان وهو معايا في فريق الشباب، واول ما لعبوا الحمد لله كنت انا فريق الناشئين، وكانت المباراه دي في الامارات، كان يكلمني يقول لي يا كابتن انا همشي من الاسماعيلي، انا رقم ثلاثة، انا رقم أربعة، ده اقول له اوعى تمشي. كلمني بعد شهرين يا كابتن، والده يكلمني يقول له اوعى تمشي، عارف يا عواد هتبقى كابتن، وهو اكيد سمعني، هتبقى كابتن نادي الاسماعيلي. ودلوقتي وفعلا بقى كابتن نادي الاسماعيلي. ودلوقتي بقول له ما تمشيش، اقعد. تمام. الا اذا كان في احتراف مكان احتراف خارجي كويس، مش انما مصر غير يعني كده ما تمشيش جوه مصر. لا 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 لا، ادني. وخلي بالك انت يا عواد بدات اساسي، الظروف ما خدمتش معاك. تمام. يبقى اتمرن كويس قوي 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 لغايه ما الظروف تجيلي، وهي الدنيا على طول بتتغير. لان اصابه حارس المرمى في لحظه. فيبقى بيدنوا لغايه ما ربنا يكتب له ان يبقى موجود. يبقى ساعتها معاك اتنين حراس مرمى جامدين قوي. واقف معلش، ده بالعكس هم لو الثلاثه بالحب والوفاء واخلاص، وانا دايما بقول لعمرو الكلام ده ابني، يقدروا يطلعوا نار، يبقى المستوى ده لفايده منتخب مصر والنادي الزمالك. وده اللي انا كنت بعمله دايما في المنتخب. تمام يا كابتن. يعني منتخب والله يا كابتن كان الجهاز الفني يقعد مش عارف يحط انهي حارس. ده حاجه جميله. ده من زمان، من سنه 1980 ان شاء الله يا كابتن. والله إن شاء الله. من ايه؟ من حته اولا الحب ان انت مجمعهم، نمره اتنين ضرب النار اللي بينهم. بس باحترام وحب وفاء واخلاص. طيب هل نفس مستوى الحراس في الزمالك هو نفس مستوى الحراس في النادي الاهلي؟ يعني احنا شايفين الشناوي، هل مصطفى شوبير وعلي لطفي بنفس قوه الريزيرف الموجودين في نادي الزمالك؟ احنا مشكلتنا ان احنا بنتكلم على مصطفى شوبير دايما بالكابتن شوبير. يعني لو مصطفى شوبير، مصطفى شوبير مش اسمه مصطفى، اسمه مصطفى حد ما يكونش والده لعيب، كان برضو مش هيبقى فيه انتقادات. ده واحد. اتنين، ما ينفعش ان انا واحد عنده خبرات سواء زي علي او محمد الشناوي واجي واحد لسه طالع واقوم اقيسه بيهم، لازم ياخد الوقت بتاعه عشان يستوي. تمام يا كابتن. وهو بيشتغل، اما هحتاجه الاقيه. ايمن طاهر، انا لعبت ايمن طاهر وهو سامعني دلوقتي، وكان تحت 19 سنه، وكان المدربين بيقولوا لي لا ما ينفعش، بس كنت باخده معايا. لغايه ما جيت في ماتش احد الحراس الكبار بدون ذكر اسمه واتخانق وبتاع مش هلعب، لعبت ماتش المحله هناك. رجعنا من المحله مغلوبين واحد، بس جمهور نادي الزمالك على بوابه نادي الزمالك مستنيه بيشني وبيشيله. فهنا وخلي بالك دي صناعه النجم. صحيح. لانك امتى تحطه بالامكانيات اللي انت عارفها. بس في عصر الاحتراف ما بقاش كده كابتن، يعني خلاص انا محتاج حد يشني على طول. صح. وخصوصا الانديه الكبيره الاهلي والزمالك. وبالتالي هل وانت في النقطه اللي انا اسالك فيها، هل ممكن النادي الاهلي يفكر في استخدام حارس مرمى بنفس مستوى الشناوي حتى لو من بره، لو هو مش موجود في مصر حتى؟ لا، انا شخصيا خلاص انا دايما لما حد بيسالني بقول النادي الاهلي مش محتاج حراس. اوكي. صدقني. انا بكلمك بقى بخبرات السنين. تمام. عنده محمد الشناوي، عنده علي لطفي. وخلي بالك علي لطفي امكانيات كبيره جدا، وكلنا شفناه. علي لعب منتخب قبل كده وكان الاساسي في انبي، بس هو اما واحد ما بيلعبش. تمام. مصطفى انا بقول لك صار هيبقى له شان عظيم جدا. تمام يا كابتن.